بقول لك ايه يا عم خليل؟ ملوش اثر في البلد كلها ولا حتى في النخيله. اثر رحت فين يا عامر؟ بقول لك ايه يا عم خليل؟ مش يمكن نداها تكون ندهته؟ يا ابني انا حاسس ان برهان ورا قصه عامر دي، بس خليني مع كلامك عشان يبقى عملنا اللي علينا. خلاص يبقى نروح ناحيه الغربيه وندور هناك. ما تفكرنيش يا ولدي، كل راح ناحيه الغربيه ما رجعوش. انت خايف يا عم خليل؟ لو خايف انت انا وروحاني. انا مش خايف يا ولدي، العمر خلاص ما بقاش في حاجه تخاف عليها. امال ايه بس؟ انا موافق الروح، بس تجمل روحتنا بفايده يا ولدي. انا مش فاهم حاجه. أنا هفهمك، كل اللي راحوا الناحية الغربية ورجعوا مهددين على الصوابع. عندك عامر وبرهام، واحد بندور عليه والتاني هيمنعنا حوالينا الروح. وأدهم الله يرحم يبقى فاضل مين؟ مين؟ يبقى فاضل قاسم. قاسم هو اللي نداه ندهته وما حصلوش حاجة، يبقى اكيد هو اللي هيدلنا على مكان عامر. ايوه، بس دول بيقولوا انه ساب البلد من يوم اللي حصل. ايوه، راح عند اخته جوزها في اسيوط، بس انا معايا العنوان حدهولك وانت تروح تجيبه لنا وتجي بسرعه. هتنطق ولا خلي المطوه دي اللي تنطق؟ نبوي اهدى يا ولدي. وانت يا ولدي ليه يا ولدي مش عايز تريح روحك من اللي انت فيه؟ ليه مش عايز تساعدنا؟ طب اقول لك، قول لنا فين نلاقي عامر؟ او اقول لك، قول لنا النتائج هتحجزك فين في الناحيه الغربيه؟ ابوي مفيش فايده، صدقوني حتى لو رجعتم مش هتلاقوا عامر. ليه ليه يا ولدي؟ ليه؟ ممكن ربنا يقدرنا على النتائج. ما هو مفيش نداها من أصل. مفيش نداها؟ ايوه مفيش نداها. طيب انا هقول لكم الحقيقة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.